السلام عليكم البنات، واش راكم؟ شحالكم؟ ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. حبيباتي هزوا الفلون اي استماع، ان شاء الله فيديو لنا اليوم يلقيكم كاملين بخير وعلى خير. الفيديو لنا اليوم حبيباتي جيتكم بواحد الوصفه تاع الخفاف الفرينه. هاد الخفاف 5 البنات ديروه، يعني ما كانش مشكل، خلاص اي مبتدئه تقدر دير هاد الوصفه لانها سهله ورايحه تنجح معاك من اول تجربه، وما رايحه تدلكي، ما تعجني ما تعبي روحك، اخلص ابقوا معنا حبيباتي تشوفوا المقادير وصفتنا لنهار اليوم ان شاء الله. اول حاجه البنات راح نسحقوا 2 كيسان تاع الماء دافي، يكون دافي ماشي سخون كما راكم تشوفوا. نحطوه هكا في الغيسيبيون تاعنا ونزيدوا مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، مغرفه كبيره تاع السكر. في الاول هنا نزيدوا 2 كيسان فرينه، انا كيلت لكم بالكاس هكذا باش ديروه كامل. هنا كما راكم تشوفوا درت حبه بيض هكذا كما راكم تشوفوا. من بعد راح نخلطوا هذا الخليط مليح، يعني في الاول درت 2 كيسان فوالا، نخلطوه حتى يدوب كامل، تدوب هذيك الفرينه مليح في الخليط. من بعد نغطيوه البنات ونخلوه يختمر، يعني هذه المرحله الاولى اللي رايحه نديروها لهذا الخفاف. وعلاش قلت لكم ما رايحاش تعجنوا يعني هذا الخفاف ماشي كيما تاع السميد. فوالا هنا من بعد ما اختمر يعني الخليط الاول رايح نزيدو 2 كيسان واحد اخرين تاع الفرينه ومغرفه صغيره معمره تاع الملح كيما راكم تشوفوا. من بعد رايح نخلطو هكذا بالاطراف الاصابع. والسر تاع هاد الخفاف لازم نخبطوه، يعني ما تقدروش نتوما تعجنوه، لازم نخبطوه. السر ديالو هو تخبط هذاك باش يدخلوا الهواء ويجيكم خفيف فوالا. ونزيدوا الكاس الخامس، يعني كلش نديروا 5 كيسان 5 كيسان فرينه بزوج كيسان ماء فوالا. هذه هي القاعده تاع هذا الخفاف وراح ينجح معكم البنات، جربوه ما رايحاش تندموا، يعني يجيكم ما شاء الله من اول تجربه رايحه تنجحوا فيه. من بعد زدت هنا كما قلت لكم الكاس الخامس، نبدا يعني نخلط نخبط كما يقولوا، نخبط هذاك الخفاف كما راكم تشوفوا. نزيدو هذاك الكاس الخامس تاع الفرينه بالتدريج، يعني بشويه ندخلوا الفرينه تاعنا ونبداو نخلطوا هكذا كما راكم تشوفوا. هكذا قد ما تخبطوها رايحه يجيكم خير وخير. من بعد نتحصلوا على هذا القوام البنات، نغطيوه بالسيلوفان وبالطرشونه ونخلوه بجه يختمر، يعني خلوه يختمر مليح فوالا كيما راكم تشوفوا. يعني ساهل والله العظيم البنات، غير ساهل تقدروا ديروه. انا درتو فال لولادي كي راحوا لاول يوم في المدرسه. نتوما تاني تقدروا ديروه للقهوه للصباح، قهوه الصباح ولا قهوه تاع العشيه ديروه، يعني ما كاش مشكل. راني كيلت لكم بالمقادير المضبوطه هكذا باش ديروه بالكاس باش هكذا ديروه فاسيلمون. هنا كما راكم تشوفوا عندي بلا دهنته بشويه تاع الزيت، رايحه نحكم العجينه ديالي، نحبط الخميره ديالي تاع العجينه. من بعد رايحه نشكل كريات، نتوما حبيتوهم كبار صغار كيما حبيتو نتوما فوالا. نشكلهم هكذا، نخليهم يرتاحوا لمده هكذا واحد 5 دقائق، يعني ما بيت نسخن الزيت ديالي فوالا. ندهنوا هكذا لي بول ديالنا بالزيت هكذا، نخلوهم يرتاحوا 5 دقائق. من بعد هنا سخنت الزيت ديالي وبديت نقلي في الخفاف تاعي، يعني تقدروا تشكلوهم يعني دائرات ولا مستطيلات كيما حبيتوا نتوما فوالا، يعني يجيكم ما شاء الله بزاف هايل. الحاجه اللي تعجبني في هذا الخفاف هو سهل، يعني تقدروا ديروه بكل سهوله القهوه تاع العشيه. بصح انا شخصيا نحب الخفاف تاع السميد. وعلاش الخفاف تاع السميد يبقى حتى الغدوه من داك رايحه تاكلوه وتسخنوه وتاكلوه، يعني كل شغل راكم درتوه جديد. بصح هذا تاع الفرينه لازم تاكلوه في نهارو، يعني ما يقعدش حتى الغدوه من داك. انا درت له حبه بيض هكذا باش يحكم لي شويه ولا قعد لي الغدوه من داك فوالا. انا بديت نقلي هنا في الخفاف ديالي كما راكم تشوفوا، يعني كيما قلت لكم بزاف هايل، في نهارو تاكلوه يعني ما شاء الله. بصح ولا قعد الغدوه من داك راح يجيكم شويه إلاستيك. تاع السميد لا تاع السميد نديروه يعني يقعد يومين 3 ايام نسخنوه ويولي كيما راه
فوالا انا درت مدورين ودرت مستطيلات، وانتوما ديروا كيما حبيتوا انتوما. فوالا يعني تجيكم ما شاء الله بزاف هايل عن تجربه البنات. انا الحاجه اللي نشاركها معكم دائما نجربها قبل ما نحطها في اليوتيوب، هكذا باش انتوما تاني تنجحوا فيها. فوالا شوفوا البنات يعني القوام تاعو يجيكم يعني فارغ من الداخل، يجيكم ما شاء الله يعني صراحه. تاع القهوه تاع العشيه ديروه ما كانش مشكل، خلاص بزاف بنين، ومع العسل هذاك يعني ما شاء الله يجيكم هايل هايل. بيان سور الخفاف لازم يكون فنجان قهوه هكذا، نقعدوا راسنا شويه مع القهوه تاع العشيه. ان شاء الله البنات الفيديو اللي نهار اليوم ينال رضاكم حبيبتي. نتمنى تدعموا القناه اكثر حبيبتي الغاليات، وما تنسونيش البنات في اللايك للفيديو هكذا باش يطلع معنا ويشوفوها اكبر عدد ممكن من الناس، والبارتاج بيان سور. ولا عجبكم لا فيديو لنهار اليوم، شوفوا البنات يعني هاد القعده الزينه، الخفاف مع القهوه حليب يعني ما شاء الله ولا اروع. فوالا البنات نخليكم على خير حبيباتي، ما بقى لي غير نقول لكم البنات ما تنسونيش في اللايك والبارتاج وتعليقاتكم الرائعه اللي نموت عليها، والى الملتقى مع فيديوهات تحت اخرين ان شاء الله. سلام.